طب انا هسه سؤال في 150، كنت بحله ما شاء الله عني، وطلع مفكره انه بيصور، طلع بيصورش، فمش مشكلة انا هاي حليته طلع معي. هسه الكتلة 1.8 وحكى لي اترست تي 0. هسه حكى لي اللي عندي فرونت لينكث لبي اي 25 سنتيمتر اللي هو هاف، هو هاف، ولا اي سي 23 سنتيمتر هاف. هذا عندي فرونت لينكث، هذا بدي اطرحه من ايش؟ بدنا نطرحه من حسب شو بدنا. هسه شو حكى لي؟ اعطى عندي فرونت لينكث، حكى لي الكونستنت كذا، احسب السرعه لما دفشناها 2.5. طيب نطبق تي 1 بلس في 1 بيساوي تي 2 بلس في 2، تي 1 0 في 1. هسه الزنبرك الاولاني كم طوله الابتدائي؟ 25، وكم الاندي فورمت لينكث له؟ 25، معناته ايش؟ بيعملش وضع، صفر. طيب الزنبرك الثاني كم طوله الهاف؟ 25، وكم هاي؟ 23، يعني ايش؟ 2، راح نعوض هون 2، نص في 94 في 2 فاصلة سالب 2 تربيع، يساوي تي 2 9 بالعشرة في تربيع، زائد هسه نص 490 في، احنا دفشناه 2.5. فبصير الزنبرك الاولاني معي زي الحالة الاولى 27.4، نطرح منه كم؟ نطرح منه 25، يعني كم؟ 2.04. الزنبرك الثاني لما تفش 2.5 زي الحالة الاولانية 23.04، وكم الاندي فورمت لينكث له؟ 23، فبنعوض كم؟ 23.04 ناقص كذا، بيطلع معي 0.04 تربيع، عوضهم وبيطلع الحل. هاي حل المانيوال، حل المانيوال طلع منه. ثواني بس، سؤال 58 حكالي النص كي دلتا ال 1 تربيع، حكالي 1/12، هي التغير واحد بس هي مشان تحويل الانش. لو معك سؤال الانش، سؤال الانش هيو، سؤال انش هيو، حكى لي الاندي فورم، الاندي فورم لينكث له 10، فهذا 0 وهذا 9، فطرح منه كم؟ 10 ناقص 9 1، يعني زي ما انا حليت. وال 1 له بعد الدفش هيو، فالتمدد كان الاندي فورم لينكث طرحناه، الثاني نفس الاشي، عوضنا زي ما عوضت والحل 100%. هيو.